يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أهل العلم أن ما يضاف إلى الله ينقسم إلى أقسام، فمن أي الأقسام قوله تعالى نار الله الموقدة؟ لا، إلى قسمين، مو إلى أقسام. المضاف إلى الله إلى قسمين: إضافة صفة إلى الموصوف كعلم الله وكلام الله وقدرة الله وإرادة الله، هذه إضافة صفة إلى ويد الله ووجه الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف، أو إضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله رسول الله. نعم.